كوني مفتاحا للخير مغلاقا للشر. انت عندك اجهزة صح ولا لا؟ اي والله عندي اجهزة، انواع من الاجهزة ولله الحمد ما شاء الله عليه. طيب الله يمليك بركاتها ان شاء الله ويجعلك يا رب مفتاح خير مغلاق للشر. طيب الاجهزة هذه هل هي فيها خير وتسمعين منها الخير وترسلين وتنشرين منها الخير؟ بيض الله وجهك وابشري بالخير. اما اذا كان فيها شر اغاني او غيره وتسمعين منها الشر الحرام وترسلين وتنشرين منها الشر، فاتق الله عز وجل ولا تحملين نفسك آثام غيرك، والله ما تستطيعين أن تحملينها يوم القيامة. والله الوحدة عساها تتحمل ذنوبها، كيف تتحمل ذنوب العالم؟ بعض الأخوات رزت لها صورة في الواتساب والعياذ بالله امرأة فاتنة، ويلا أما أحضان ولا بوسات ولا عاري ولا أشياء استغفر الله مخلة بالأدب، ويلا وكل زميلاتها يشوفونها. ذنوب على راسك، ذنوب على راسك، الله يعينك على شيلها يوم القيامة. وهذه تاخذها وقصتها وسوت لها نسخ لصق ونزلتها في الموقع الفلاني والشاب الفلاني اخذها وانفتن بها وراحت صارت مشكلة، الله أكبر مشاكل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى ضلاله كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. يوم القيامة توقفين قدام رب العالمين فتأتيك سيئات كثير أنت ما سويتيها، والله ما سويتيها، لكنها سيئات وذنوب اللي أنت كنت سبب في وقوع الذنوب والسيئات عليهم. كيف؟ نشرت أغنية، أرسلت أغنية، نشرت صورة فاضحة، صورة فاتنة، وزعت، نشرت مقاطع سيئة، كله على ظهرك. يقول الله عز وجل: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. آثارهم يعني ذنوبهم التي فعلوها بالدنيا أو كانوا سببا في نشر المعاصي للعالم وسببا في نشر الذنوب للعالم، ماتوا ورحلوا وخلفوها من بعدهم تصب على قبورهم سيئات والعياذ بالله. أعوذ بالله، والله الوحدة عساها تتحمل ذنوبها، كيف تتحمل ذنوب العالم؟ فأنت انتبهي يا أختي الكريمة، كوني مفتاح للخير حتى يكون لك الأجر. يوم القيامة تأتيك حسنات كثيرة أنت ما فعلتيها، ليش؟ لأن أنت كنت سبب في نشر هذا الخير، مقطع خير، قرآن، محاضرة، ذكر، صورة معبرة، شعر هادف. الله أكبر، الله الله يا أختي الكريمة، أزيل الصور الفاتنة، أزيل المقاطع اللي قد تشهد عليك، انتبهي يا أختي الكريمة، كوني مفتاحا للخير وكوني مغلاقا للشر.